انا حيت عندك جمهور كبير. بون كوراج. المهم تما بعدو غنشوف واش نقدر نصاوب فلوغ ولا لا. وشكرا بزاف. شنو هو السبب اللي خلاك دير اون شين يوتيوب؟ هي في صغري كنت كنتفرج بزاف في سيبخيان، وكنت كنتفرج حتى في سكويزي، وكنت كنتفرج حتى في ديك سيبخيان جيمين. سيبخيان كيدير بودكاست، وقلت علاش ما نديرش حتى انا البودكاست. ما صدقتش هي صراحه، كنت باقي صغير، كان عندي شحال 10 سنين وراها بان لي سكويزي، وعجبني ديك القضيه ديال الجيمينغ. وفي ديك الايامات كنت كنلعبها في التليفون ساعه، لا حتى الفيديوهات ديال ماينكرافت بوكيت اديسيون لا كنتو عارفين، وكنت كنلعب حتى واحد اللعبه اللي سميتها بلوك سترايك ولا ما عرفش، وكنت كنلعب حتى وورد اوف تانك بليدز. دوك اللعاب هو اللي كنت كنلعب فيهم بزاف. صافي وقلت قلت صافي ما غتصدقش، وراها شريت واحد البي سي واحد اخر، وبديت كنقصر في ماينكرافت وهادشي شويه. بان لي سكويزي كيدير دوك الفيديوهات ديال التريد، وكيدير دوك الفيديوهات ديال زعما ريديت وهادشي، وقلت علاش ما تانسبيراش. وصافي ودابا راه صبت ديك لاشين، وان شاء الله تصدق ليا. واش كتلعب فري فاير؟ هي كنت كنلعب فيها شحال هادي، وكان وحتى دابا كنلعب مره فاش كيكونوا الدراري كيلعبوها فري فاير فهمتي، وباغي نقصر معاهم كنلعب معاهم فري فاير. ديزوريجين، انا دابا مغربي وروسي، المهم نتوما عارفين عندي جوج ناسيوناليتي، وانا دابا ساكن في المغرب. علاش ما كنتيش باغي دير الشان يوتيوب قبل؟ صاوبت الشان يوتيوب شحال هادي في 2014 كنت لوحت شي فيديوهات، كنت كنلعب تما كره ولا معرفش، وسبريميت ديك لاشين، وراها كيف ما قلت لكم انا درت فيديوهات في التليفون، وكاينين باقيين شي لي شان ان شاء الله ندير عليهم فيديو وصافي. طون انيف، انا تزاديت في نهار واحد شهر 8. علاش اختاريتي جيمنج؟ هي دابا الجيمنج هي اللي عزيزه عليا بزاف، وانا كنلعب بزاف فهمتي، نقدر نبقى سهران وانا كنلعب. والجيمنج هي بحال تقول بحال اون باسيون فهمتي، ما نقدر زعما نتفك منها وفهمتي، هو المحتوى الوحيد اللي عزيز عليا. شنو هو الجيم اللي كتلعب فيه بزاف؟ هي دابا كنلعب بزاف فالورانت، ولكن كنقصر حتى فورتنايت وكونتر سترايك. شحال في عمرك وفاش كتقرا؟ انا عندي 15 عام وكنقرا في السانكيه. فاش كتقرا وشنا هو الحلم ديالك وفين كتسكن؟ انا كيف ما قلت لكم انا كنقرا في السانكيه، والحلم ديالي هي صراحه باقي ما فكرتش. وفين كتسكن؟ كنسكن في كازا. يور بيست سونغ، صراحه الموسيقى ديال التسعينات هي اللي مزيانه، ولكن عزيز عليا حتى فهمتي الراب المغربي صعب زوين. واش كتلعب فورتنايت؟ ضروري كنلعب فورتنايت. كيفاش جاتك الفكره انك تبدا اليوتيوب؟ هي صراحه كنت كنتفرج في ماينكرافت بزاف، وشفت بلي راه كاين واحد السيرفر كان سميتو فانكرافت، كاينين بزاف اللي كانوا كيلعبوا فيه، وكان واحد كاع جمع 400 ابوني، وانا كان كيجيني عدد كبير، وقلت علاش حتى انا ما نلعبش فيديوهات. صافي ما صدقاش. شي حاجه درتيها ملي كنتي باقي صغير وضرباتك ماما؟ كان عندي 4 سنين، وفي هاد الايامات كانت ديك لامود انك فاش كنتي كتجمع دوك الميكات ديال دانون كنتي كتربح دوك الكادوات، بحال مثلا كنتي كتربح شي لي زيكوتور ولا شي بيسي. المهم انا كنت كنجمع دوك اللعيبات، كان عندنا بحال واحد الطاجيره فيهم الطباسل وهادشي كامل، وماما كانت كتخزنهم تما. انا واحد النهار في صغري كنت طلعت وكنت باغي غير زعما ناخذهم فهمتي باش نشوف شحال جمعت، كانوا محطوطين تحت المعان، وجريت المعان كاملين وطاحوا في الارض. المهم ناض الصداع في الدار. السؤال هو المادة اللي عزيزة عليك والمادة اللي ما كتحملش؟ انا عزيز عليا المواد العلمية بحال مثلا اس في تي والفيزيك، والمادة اللي ما كنحملهاش الفلسفة. كاملة كامل اخوة، ما عندي لا اخوت لا والو. فين كتسكن دابا؟ واش في المغرب ولا في بلاد واحد اخر؟ المهم انا ساكن في المغرب كازا. المهم هادو هما الاسئلة اللي جاوبت عليهم. الا عجبكم الفيديو بغيتو نبداو في كيوني واحد اخر، ما تنساوش تلايكو الفيديو وتشاركوا